مين حضرتك؟ محسوبك عبد الرحمن دسوقي، رجل اعمال كبير في مصر. ايوه، نعمل له ايه يعني؟ معرفش، انا اؤمر حضرتك. من غلطان لعيد مصلحتكم، انا جاي اعرض عليكم عرض وامشي. وايه العرض ده ان شاء الله؟ والله انا من ممتلكاتي من ايام جدي ورثت عنه الترام بتاع اسكندريه، فلو عايزين تشتروه انا معاكم. ترام يا عم فكك، ترام يا باشا، ده منظر حد يشتري ترام. يا عم عادي سهله، انا هخليك تجيب الفيزا بتاعت باباك، انا هسحب منها الفلوس ومش عايز منك حاجه اكتر من كده. يعني انا ممكن يبقى عندي ترام بتاع اسكندريه؟ يا ابني انت وهو، إيه انت شرحته؟ ها هتشتري ولا ايه عشان مستعجل؟ هنشتري. بس انت ما قلتلناش بكام؟ مش غالي، ب 300,000 جنيه بس. 300,000 جنيه؟ ولا انت مش معاك فيزا ابوك؟ ايوه صح، ده انا نسيها معايا من امبارح. طب اديها له. تنفع دي؟ تنفع طبعا تنفع. دي فيها كام دي؟ والله ما اعرفش، بس ابويا كان رايح يشتري بيها عربيه، هجيب له الترام احسن من العربيه بقى. جدع ده هيفرح بيك قوي. انا بقى هروح اسحب من اي مكان فوري من اي سوبر ماركت وهجي لك على طول. صحيح الباسورد ايه؟ ده كان تاريخ جواز ابويا الثانيه، بس هو مش قايل لامي. اوعى تقول لامي. عيب عليك، احنا عشره خمس دقايق. كان ايوه انجز. 22/2 2022. هو عارف منين؟ ما هي بديهية يعني، ما هي كلها اتنينات.